ضحينا شبابنا كاملة لبلادهم ولا مزيها علمنا إنا لله بسبب البلاد. واليوم هذا كفاح آخر باش نخرجوا هاد العمالة هذو، وأنا متأكد وعن قناعة نحاربهم آخر نهاية. ما نتخلاش عن الواجب الوطني ولا خلي البلاد هذه يلعبوا بهذا المفسدين. خادري أشغلنا الحمد لله سيرنا هذه الأزمة هذه. أنا أتكلم الشعب الجزائري، الشعب استقل باش يعيش، يعني قلب يخلوها ما يهجروا الشعب، خاطر من يحب جوا الشعب الجزائري ويخلي لي بون، وش معناتها يعني؟ هادو استعمار ثاني، استعمار ثاني، استعمار ثاني، استعمار ثاني.